حضرتك قلت في جريدة صباحية يوم 24 مارس سنة 92، عندما شعرت أن المسرح به أشخاص يفضلون النجومية المنفردة، حولت المسرحيات عندي إلى مسرح جماعي. هل معنى ذلك أن سعيد صالح يرفض مسألة مسرح النجم الأوحد؟ هو الدنيا ما فيهاش واحد، الدنيا ناس كتيرة. المسرح بيقولوا عليه هو الدنيا، ما الدنيا إلا مسرح كبير، والمسرح ما هو إلا دنيا. طالما الدنيا ما بتعتمدش على واحد، وبالتالي المسرح ما يعتمدش على واحد. وكانت أفضل عصور المسرح لما كان المسرح فيه 5 6 نجوم في المسرح، بيجننوا الناس لما فيه 5 نجوم بيضحكوا، ده يخرج ده يفضل، ده شيء كويس للمسرح وللرواية وللجمهور. فأنا كنت بقى أنا أفضل العمل الجماعي اللي فيه المباراة التنافسية ديت اللي الناس تنبسط فيها وإحنا كمان نستمتع بالتمثيل فيها. يعني حضرتك بترفض مسألة النجم الأوحد؟ لا، ما احبهاش، ما فيهاش اثاره. زي ما اكون مثلا في بتعوم في حمام السباحه وانت راجل بتحطم ارقام، فتلاقي نفسك بتعوم لوحدك، فين الاثاره؟ فين المنافسه؟ انا عايز حد يغيظني، حد يفيسني عشان اكسر مع ارقام، واكسر ارقام لصالح المسرح وصالح الناس. تقدر تقول الكلام ده لعادل امام؟ اقوله لاي حد. انا قلت لعادل في شاهد ما شافش حاجه، قلت له رائع عادل، هايل عادل، بس نجاحه كان اروع في المشاغبين، لان عادل لوحده ما فيش منافس ليه. انما في المسرح كان في منافسين، وكان في المسرح مولع، ومسرحيه ما تتنسيش، المسرحيات الجامعيه لا تنسى خالص، اذا كانت مثلا المشاغبين ولا العيال كبرت، اي مسرحيه فيها اكتر من نجم بتعيش اكتر، الناس بتنبسط منها اكتر.